لا أول ناس على الأرض ولا وحدنا في الكون. أحدث كتاب صدر عن الذين كانوا هنا ثم عادوا إلى مكان ما من السماء هو الذي بعث به الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري. الكتاب تحفة أدبية وعلمية معا، عنوانه لا نحن وحدنا ولا نحن أول الناس، من تأليف الدكتور ألفريد ديريك. وهذا الكتاب على شكل حوار بين عدد من علماء الذرة والفضاء والجيولوجيا والإنسانيات والآثار والأدب. أما الموضوع فهو بالضبط ما الذي حدث على هذه الأرض من عشرات الألوف من السنين، وهل هذا الذي حدث سوف يحدث مرة أخرى، وما عدد المرات التي اجتاحت فيها الكوارث هذه الأرض وأطاحت بكل شيء؟ وسؤال هام جداً، ما فائدة هذه الدراسة الآن؟ ثم إذا كنا نعرف أن عدد سكان الأرض من 20 قرنا كان 250 مليونا، وكان عددهم من 6000 سنة 1 مليون، أليس من الواجب علينا أن نسأل كيف أصبح عدد سكان الأرض 1 مليون؟ وهل كان عدد سكان الأرض في يوم ما 2 مثلا؟ ومن أين جاء الاثنان؟ وهل سيعود سكان الأرض مرة أخرى 2 فقط؟ في هذا الكتاب كمية هائلة من المعلومات التاريخية والفلكية لا يمكن عرضها ولا إيجازها. ثم إن أكثر المتحدثين من العلماء المتخصصين قد استطاع المؤلف أن يوفر لهم مائدة ضخمة من القصص والنقوش والمخطوطات جمعها في 40 عاما. فجاء كتابه هذا وليمة يصعب على معدة واحدة أن تتحملها، ولكن الذي ساعد على احتمالها أنه اتخذ شكل الحوار، وأن لديه مقدرة هائلة على التبسيط وأحيانا على الإضحاك أيضا. الجلسة الأولى. سؤال: نحن عثرنا على أشياء عجيبة في أماكن متفرقة من العالم، والذي يدعو إلى العجب أنها متشابهة. مثلا كيف نفسر العثور على إبرة ذهبية في شمال إنجلترا وأن نجد إبرة ذهبية مماثلة لها تماما في أواسط إفريقيا؟ هذه الإبرة الذهبية لا يمكن أن تتخذ هذا الشكل الفني إلا إذا وضعت في درجة حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية. ثم ما هو الغرض من صنع هذه الإبرة؟ جواب: إن هذه الإبرة الذهبية وكذلك أعمدة الصلب وشبكات البلاتين التي وجدوها في بيرو والمكسيك تحتاج إلى أفران مئوية تصل درجاتها إلى الألوف. وأقرب الاحتمالات أن تكون هذه الأجسام المعدنية بقايا أجهزة دقيقة قديمة تحطمت أو اختفت في باطن الأرض أو البحر، أو حولها الاصطدام بالأرض أو بالغلاف الغازي للأرض إلى ذرات. سؤال: هناك قطع من الزجاج الكريستال الملون عثر عليها الأثريون في أماكن مختلفة من العالم، في روسيا وفي صحراء جوبي وفي جبال التبت. هذا الكريستال ليس طبيعيا، إنه صناعي، ولابد أنه كان جزءا من أجسام أو مركبات فضائية. وأقول لابد، لأننا عندما عرضناه لدرجات حرارية عالية جدا لم يتأثر، ولا يمكن أن يكون هذا الكريستال عاديا، بل إننا لاحظنا أن هذا الكريستال سميك جدا، ولابد أنه كان أضعاف ذلك. وبعض العلماء يرى أن هذا الكريستال قد صنعت منه غواصات قديمة وصنعت منه البيوت. وقد قرأنا أن عالما فرنسيا يقول إن هذا الكريستال قد صنعت منه غواصات قديمة، وإنه عندما هبط إلى قاع المحيط وجد نوعا من الكريستال متناثرا، وإنه لا يستبعد أن يكون هذا الكريستال هو ما تبقى من بيوت تحت الماء أو من سفن أو غواصات. ثم إن هذا الكريستال يرجع إلى 30,000 سنة. جواب: ربما كان هذا معقولا، ولكن لغزا آخر قد استقر أمام العلماء، فقد عثروا في صحراء تشيلي على زجاج ساعة يد، وهذا الزجاج سمكه 0.5 ملم وفي غاية الشفافية، وأعجب من ذلك أنه غير قابل للكسر،
وأن هذا الزجاج يرجع إلى 20,000 سنة، وأن انتشار هذه الأنواع المتطورة من الزجاج الرقيق والزجاج السميك جدا في أماكن متفرقة من العالم وعلى مدى 10,000,000 سنين يؤكد حقيقة واحدة، هي أن هناك حضارة أو أكثر من حضارة متطورة ازدهرت وتلاشت لأسباب غير مفهومة لدينا الآن. وأهم من ذلك كله أن هذه الحضارة كانت تملأ القارات كلها، وأن وسائل الاتصال بين القارات كانت أيسر مما هي الآن. الجلسة الثانية. سؤال: لابد أن نتساءل عن معنى كل هذه النقوش على الأحجار وعلى الكهوف. من الذي سجل الأحداث؟ هل هم زوار الأرض أنفسهم؟ أي هل هم الذين جاءوا من كواكب أخرى؟ أو هل هم سكان هذه الأرض قد سجلوا ما حدث؟ إن أمامنا لغزاً معقداً، هو كيف استطاع سكان هذه الأرض الذين عاشوا من 6,000 سنة أن يرسموا حيوانات انقرضت من ملايين السنين؟ كيف عرفوا ذلك؟ من الذي أطلعهم عليها؟ ثم لماذا؟ سؤال آخر. إن أمامنا لغزاً آخر، فقد عثر العلماء في 1933 بالقرب من مدينة بكين على جماجم 3 أشخاص: جمجمة رجل أوروبي أبيض، وجمجمة سيدة هندية، وجمجمة شاب من الإسكيمو. وعمر هذه الجماجم يرجع إلى 20,000 سنة. ما الذي جمع بين هؤلاء في هذا المكان؟ ولماذا؟ كيف جاءوا؟ كيف انتقلوا؟ ماذا جرى لهم ولمئات من الألوف غيرهم؟ كما أن العلماء قد اكتشفوا عند مدينة أريحة في فلسطين جمجمة لرجل فرعوني. الجمجمة محنطة، والرجل كان طويلا على غير العادة، ولكن طريقة تحنيط الرأس هي التي دلتنا على أنه فرعوني. ثم إن النقوش الهيروغليفية وجدوها على عصاه، والعصا من العاج الأبيض. والشيء الغريب أن هذا الفرعوني أو هذا المصري القديم عاش قبل 6,000 سنة، فما الذي أتى به هنا؟ ثم إنه الوحيد الذي عثروا عليه من مئات الجماجم غير الفرعونية. وأعجب من هذا كله أنهم وجدوا في جمجمة هذا الفرعوني مسمارا من البلاتين. كيف أمكن استخراج البلاتين؟ إن استخراجه وتنقيته يحتاجان إلى ألوف من درجات الحرارة المئوية. الجلسة الثالثة. سؤال: اهتم العلماء بالنقوش التي وجدوها في كهوف تسيل الليبية، وفي كهوف أخرى بالقرب من فيينا، وبكهوف في تنزانيا، وبكهوف باهرة الألوان في أيسلندا الجليدية. واستنتج العلماء من هذه النقوش أنها لعدد من رواد الفضاء قد وضعوا كمامات. هذه الكمامات للوقاية من الغازات السامة، وللوقاية من جو الأرض، أو لاحتياجهم للأكسجين إذا هبطوا على الكواكب الأخرى. ولكن الذي اهتدى إليه علماء الكيمياء أخيرا جدا أن المواد المستخدمة في هذه الألوان ذات خصائص إشعاعية قوية، وأنه بتحليل هذه المواد وجدوا أن عمرها يرجع إلى 20,000 أو 30,000 سنة. ويستنتج علماء الكيمياء أن السبب في اختيار هذه الألوان هو أن تكون قاتلة لكل من يدخل هذه الكهوف. وهذا يضعنا أمام عدة تساؤلات: كيف صنعوا هذه المواد القاتلة، وفي الوقت نفسه اهتدوا إلى وسائل لوقايتهم منها؟ ثم لماذا جعلوها قاتلة؟ وسؤال هام جدا: ألا يمكن تفسير لعنة الفراعنة بأن الفراعنة قد استخدموا مثل هذه المواد ذات النشاط الإشعاعي في قبور ملوكهم أو على توابيتهم، فإذا تعرض لها أحد اللصوص أو أحد الأثريين أصابه الموت بشكل ما؟ إن كاتبا ألمانيا شابا اسمه فاندنبرغ قد ألف كتابا عنوانه لعنة الفراعنة اهتدى إلى هذا التفسير، بل إنه ذهب إلى أنه لا يستبعد أن يكون الفراعنة قد وضعوا مواد
إذا تعرضت لحرارة الجو ذابت وانطلقت منها أبخرة سامة. الجلسة الرابعة. سؤال: لقد حاول عالم النفس الكبير يونغ أن يؤكد لنا أن سفن الفضاء والأطباق الطائرة التي ظهرت بكثرة سنة 1947 وما بعدها، وبلغت في سنة 1952 أكثر من 1000 طبق طائر، أن كل ذلك وهم أو هلوسة. ولكن من المؤكد علمياً الآن أن هذه ظواهر علمية حقيقية، ولكن ليس في استطاعتنا أن نسقط طبقاً طائراً ينطلق بهذه السرعة العجيبة التي تقترب من 100,000 من الأميال في الساعة، ولكن أجهزة الرصد الرادارية قد سجلت حركتها وانطلاقها، ولكن أحداً لا يعرف مصدرها ولا الهدف من اقترابها من الأرض. وكل ما نستطيعه هو أن نردد ما قاله العالم الكبير نيلس بور من أن هذه السفن الفضائية لابد أنها قد جاءت قبل ذلك 100 المرات، ولابد أن لدى أصحابها أسباباً وجيهة جداً للاقتراب من الأرض أو النزول عليها أو رصدها عن بعد. ويقول بور: ولا أستبعد مطلقاً أن يكون سكان الكواكب الأخرى قد وضعونا في تجربة، أو أنهم يجربون فينا بعض الأمراض، أو يلقون على الأرض بعض البذور، أو أننا لسنا إلا مزرعة لتحسين بعض السلالات الحيوانية، لا أحد يدري الآن. سؤال: بمناسبة الكلام عن البذور، فقد لوحظ في فرنسا وفي السويد وفي المكسيك وجود بعض أشجار نادرة جدا. هذه الأشجار متشابهة، ولكن ليس لهذه الأشجار نظير في أي مكان آخر على الأرض، فلماذا لا تكون هذه الأشجار قد جلبت بذورها من كواكب أخرى؟ ولسبب ما انقرضت الأشجار أو لم تفلح في أن تتكيف مع الجو في هذه الأرض؟ سؤال: لم يحدث في كل تاريخنا أن انقطعت قصة الأجسام الطائرة أو كرات النار في السماء. هيرودوت رأى ذلك في مصر الفرعونية، الفيلسوف أفلاطون رأى ذلك في مصر وفي الكتب القديمة، في التوراة وفي مخطوطات البحر الميت، وفي سفر النبي أخنوخ، وفي ملحمة جلجامش القديمة، وفي الكتب الهندية وأساطير التبت، وكلها تؤكد معنى واحدا، أنه حدث أن نزلت سفن، وأن بعض الناس قد ركبوها وداروا حول الأرض أو نزلوا كواكب أخرى ثم عادوا إلى الأرض يصفون ما رأوا. بل إن هناك حوادث معروفة في التاريخ تؤكد اختفاء بعض الناس أو خطف بعض الناس في سفن فضاء، واختفاء كتائب من الجيوش بكل أسلحتها. ففي سجلات الحرب العالمية الأولى شيء من ذلك، ثم إن جماعة الصليب الوردي وفي أعضائها عدد من العلماء الكبار الحائزين على جوائز نوبل يؤمنون إيماناً قاطعاً بأن هذا حدث لبعض أفرادهم، وأن هؤلاء الأفراد عادوا واتفقوا على الصمت. ثم إن التوراة تحدثنا عن أناس من الكواكب الأخرى عاشوا بين الناس. وفي العام الماضي عقدت جماعة الصليب الوردي مؤتمرها السنوي، وأعلن رئيسها وهو حائز على جائزة نوبل في الفيزياء أنهم احتفلوا هذا العام بقدوم شخص معروف على أرفع مستوى علمي، وأنه ليس من هذا الكوكب، وأن وجوده بينهم شرف لهم لم يبلغه أحد من قبل، وأن الذي أطلعهم عليه من أسرار الذرة وتركيب المادة وخوفه على ضياع هذه الأرض قد أذهل الجميع، وهم لذلك يكنون له ولزيارته ولرسالته عظيم الاحترام. فما معنى ذلك؟ يقول المؤلف الدكتور ألفريد ديريك: إن الإنسان في العصر الحديث ليس قادراً على مناقشة كل هذه القضايا مرة واحدة، لأن اتساع العلم قد جعل كل واحد منا يختار جانباً ضيقاً ويحاول أن يتعلمه. فالعلم الإنساني من الاتساع والعمق، بحيث يصعب على شخص واحد أن ينطلق في كل الاتجاهات وكل الأعماق ليجد حلاً. ولكن هذه دعوة عامة للعقل والتذوق والخيال أن تتفتح،
فنحن جميعا مطالبون بأن نعرف من الذي دق أبوابنا من ألوف السنين ويدقها اليوم، ولعله لا يدقها مطلقا لأنه بيننا. إن هذا الرأي يبدو غريبا أو خرافيا، ولكن هناك هيئات دينية وعلمية تؤمن بذلك تماما، بل إن عددا كبيرا من علماء الأرواح يقررون ذلك في جلساتهم، بل إن هناك عددا من العلماء لا يمكن حصرهم يبنون نظرياتهم العلمية على صحة هذا الرأي. ويقول المؤلف أيضا: من المناسب الآن، أي في نهاية هذه الجلسات، أن أتذكر واقعة حدثت في مدينة لينينغراد. فقد أقيمت حفلة عشاء لعدد من العلماء، ولم يكن إلا عشاء عمل. فقد جلس العلماء الروس يناقشون قضية هامة، وهي أنهم عثروا على حيوان الماموث الذي عاش في سيبيريا، أي في أكبر ثلاجة على سطح الأرض. وبعد العشاء نهض أحد العلماء يقول: أيها السادة، هنيئا مريئا، لقد تناولتم لحم أقدم حيوان عثر عليه الإنسان. ولابد أن لحم هذا الحيوان الذي أكلوه دون أن يلاحظ ذلك قد قفز من معدة كل منهم إلى فمه. وكل الذي قدمته هنا وفي الحلقات السابقة ليس فقط لحما من حيوان قديم أو معلومات من سجلات عتيقة، وإنما هي ألغاز وتساؤلات تحتاج إلى من يفسرها، وفي تفسيرها ما يساعدنا على فهم ما كان أو ما سيكون أو ما هو كائن على الأرض وبين الناس، وعلاقتنا بالكواكب الأخرى، وهل هناك علاقة ما بين الكوارث التي لحقت سكان الأرض؟ ليس بعيدا أن تكون هناك علاقة ما، فهل هي علاقة حيوانية أيضا؟ سوف نرى ما معنى خرافات الإغريق وحيوانات ألف ليلة وليلة.